السلام عليكم، معكم سلمى من قناة سلمى سالومي المطبخ بالإبداع. إذا أول مرة أختي العزيزة تشوفي قناتي، نتمنى تشتركي فيها وتدخلي للمجموعة باش تكبر القناة. إذا اليوم راح جبت لكم هكا واحد الفكرة صغيرة، ندير لكم هكا جبن يجي بالذوق تاع الثوم، وهو يعني من الحليب هذا كي يروب الماء يخي ساعات يفسد هكا، سيرتو دوك سخون الحال ما نطيشوش هذاك الحليب. واش درت البنات؟ صفيت هذاك الحليب في صفايه وخليته يقطر مليح. خرج لي هذا هو كي شويه مازال فيه، هو كي راح نحي هذا شويه برك قطرات. هنا يا البنات عندي زوج سنات ثوم يكونوا هكا متوسطين، راح نربيهم هنايا فيه. لي ما بغاتش يعني يجيها الذوق تاع الثوم قوي بزاف، دير وحده برك يعني سنه وحده، انا نشتي الذوق تاعها. هذا يعني جبن كانت اسمها ديره لنا ما. هنايا البنات ديروا له الملح، ديروا له شويه بالزايد، كيما نعرفوا الفرماج يخي يجي مالح بقى ما يجيناش صامط هكا. ونخلطه بالفرشيطه. حنردو هنا البنات في كاسرونة، حندير له هكا كيما نقولو هكا برك شوية، نقص شوي هكا برك زبدة، ونحطو كيما نقولو نزيد نطيبو شوية باش هذيك الثوم تذبال ودير فيه هذيك الزبده. ها هو كي البنات راني خليتكم يعني باش تشوفوا النار كيف راهي اي ناقصه. ونخلطوا كيما قلت لكم باش تذبل هذيك الثوم وتتخلط في نفس الوقت معاه. هنايا حنزيد له شويه ملح، ذوقوه يعني وشوفوا قدش تبغيو الملح، هو يجي شويه مالح خير. هكا البنات يعني ربي زوج دقايق ثلاث دقايق من با ونحيوه، شوفوا شغل لو تلقى هكا روحو. حنطفي عليه وهنايا جبت صحن حنديرو هكا فيه. نديرلو هكا برك وندخلو للثلاجة حتى يبرد. هذه هي الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة، ديروا لي جيم وتفعلوا زر الجرس، كاين واحد الجرس تحت لا فيديو. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها، بزاف بنينة وخاصة يعني مع الكسرة. وهذه الكسرة راني حطيت لكم حنحط لا فيديو تاعها. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة، نخليكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.